أخرى يعني. سيد عمران بي، علاش ما تمش الاستثناء حتى الخطوط؟ يعني في من بعض الشركات وبعض الجهات الثانية ان هم استثنوهم ان هم ياخذوا سعر القديم مثلا على جنيه 30 وجنيه احنا 39، علاش ما تمش الاستثناء لشركات الخطوط يعني؟ كشركة طيران حاولنا مرارا وتكرارا مع مصر في المركز بانه يستثني شركات الطيران، نعم وعقدنا معهم اجتماعات وحاولنا بان احنا قلنا راهو لو زاد الرسم على التذاكر حتصبح الاسعار كارثية بمعنى الكلمة، نعم ومش حيقدر المواطن انه هو يحجز على شركات الطيران وان تم حتتسبب ازمة اقتصادية، وهذا نتوقعه في كل الاحوال يعني، لأنه حيسبب ركود في مجال الطيران بالتحديد يعني. نعم الناس حتى يصير لها عزوف على السفر لأن التذاكر غالية، ولكن هذا زي ما قلت لك أنا أمر ما مش نقدرش نهربوا منه يعني، استاذ هذا قرار وجب تنفيذه. لا في حالة تم تعديل الصرف في المستقبل القريب من ذلك، لو تم تعديل الصرف احنا طبعا بنجاروا التعديل الجديد وبننزله في الأسعار من جديد يعني. ده استاذ عمران، علاش لم يتم تقدير دخل المواطن في الموضوع هذا؟ يعني هذا علاش ما السؤال، شافوش؟ سؤال يا صديقي ده يسأل لمصرف المركزي وللجهات السيادية في الدولة اللي هي فرضت الأمر هذا. احنا تو مثلا يعني احنا داخل الشركة مستعين أو كموظفين داخل الشركة مستعين من الأسعار الجديدة الحقيقة، لأن عندنا أخوتنا وعندنا أصدقائنا وعندنا قاربنا وعندنا زملائنا يبوا يسافروا، ماذا بينا احنا يسافروا بأقل الأسعار بدل ما يسافر بالتذكرة بالسعر مثلا لتونس 800 وكسر يعني، يعني ماذا بيه يسافر ب 200 دينار فقط وليش يدفع في القيمة هذه المضافة يعني. وسؤال بس، هل الناس اللي تخدم في زي حضرتك مثلا او اي حد يخدم في الخطوط، هل هو يحصل في تخفيض على التذاكر؟ بالطبع احنا كشركه موظفين الشركه عندنا استحقاقات سنويه، استحقاقات سنويه لينا ولافراد اسرتنا كل من يحمل اسمك يعني، من حقنا احنا نقدر نستفيد منها، ودي وطبعا حتى احنا ندفع في ضريبه